حاجات كتير يعني، ووجود حد قريب منك برضو في سنك يعني، مش بس راجل، لازم تبقى في حد في نفس السن، لانه بيتجنن معاك، بيبقى عارف انت بتتكلم في ايه قوي. ساعات في حاجات مثلا ماما اكيد مش هتبقى فاهماها بتاعت الفتره دي، السن ده في حاجات بتبقى فاهماها عشان مرت بيها، بس على فكره العصر برضو بيتغير. فلا يعني مهما كنت بتبقى محتاج حد قريب منك سنا، وبتبقى محتاج راجل، علشان مع الراجل بتحس بالامان اللي ممكن تكون مش حاسس بيه بسبب ان انت مش مرتبط، وبسبب ان انت فعلا ممكن يبقى باباك مش معاك. معرفش. طب فريدي، مامتك بعد ما شافت الحلقه دي صعبت عليها رجعت لك ايه؟ بص يا مي معلش يعني انا هتجوز وخلي، انا هتجوز واجيب لك اخ. هتعملي ايه؟ لا عادي مش عادي. تخلي مامتك كمان مشيت وبقى عندها حياه تانية وبقى عندها زوج وعندها بيت، وقالت لك انا هبقى اجي لك مثلا يومين في الاسبوع، يلا خير وبركه. لا بجد هتوقفي تعملي كده؟ لا طبعا، يا بتمشي وتسيبني يعني؟ لا طبعا. لا طبعا. طب توافق ان هي تتجوز وتجيب مثلا جوزها يقعد معاكو؟ اه طبعا ممكن. ده هيشوف ايام. عارف النوع اللي هو يبقى يبين انه مرحب بالفكره ويقول لك ماشي خليه يجي بس. بس اكيد دي مش حابه حاجه زي دي. لا مش حباها، بس يعني ما اعرفش بيجي توقيت كده بتحس انه خلاص ما بقتش بتتاقلم على الحياه دي، بتتاقلم على ان انت وهي لوحدكم. وبتحس ان هي ليك لوحدك وانكم خلاص عديتوا الفتره دي. انت خدتي على الوحده. خدت عليها. ما بقتش مضايقاكي؟ اه، وتعلمت حاجات معينه كده تخليني بحبها. زي ايه؟ زي ان انا اتعلم ازاي اتبسط وانا لوحدي، لدرجه يعني انا خواتمك وبتاع والماظي والماظي ولعب يا عم وشغلي بقى، وليا مود معين وليا طريقه حياه في الاوضه. وصلت نفسي في الاوضه. اه في الاوضه. انت كمان ما بتطلعيش من الاوضه؟ لا انا عندي شرناقه كده ما اخرجش بره. لا والله، بس ليا طريقه حياه كده مثلا يعني. وصلت نفسي من الاخر انه دربت نفسي على العكس، ان انا اوصل لمرحله ان لو في حد قاعد معايا كتير مرتاحش. ما اقدرش، ازهق انا منه عشان عندي طقوس انا برضو، وهو موجود حد معايا مخليني مش عارفه اعملها مثلا. انا عايز اقول لك ان دي هتبقى مشكله لما تتجوزي. ما انا عارفه. اه بس انا بقى عندي فكره حلوه قوي. هجيب ماما. لا كل واحد فينا يبقى في اوضه ليه عالمه. اسمع بس هفهمك. تقابلوا في الصاله خميس وجمعه كده. هفهمك. لا كل واحد يبقى ليه برضه مكانه كده. والله كل واحد يبقى ليه مكانه برضه، جاش الا لما يتخيني حاجات كده الواحد ما بيستحملش. اسبوعين كده ونرجع نتقابل تاني. انا موجوده وانا هروح بخبط يعني، انا جنبك في الاوضه. طب تفتكري مامتك هتسيبك تتجوزي وتمشي؟ اه، في ناس كتير متخيله ان مامتي من نوع الامهات، او من كتر ما احنا متعلقين ببعض هتبقى من نوع الامهات اللي عايزه تبقى عايشه مع بنتها. لا ماما مش كده.